وسط حضور كبير، أوراق بحثية على جدول أعمال الندوة العلمية التي تقيمها غرفة زراعة اللاذقية ومكتب الزيتون في دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية لتحديد العوامل المؤثرة على إنتاج زيت الزيتون عالي الجودة. مع اقتراب موسم القطاف أو بدء موسم القطاف وعصر الزيتون، حبينا نضيء على أهم النقاط اللي ممكن تنفذ أو ينفذها المزارع وأيضا أصحاب المعاصر للحصول على زيت زيتون بجودة عالية. طبعا هي الندوات وهي الهدف في تحسين الجودة هي من أهم الاستراتيجيات اللي حاليا تعتمدها وزارة الزراعة في استراتيجيتها لتطوير القطاع الزراعي في قطاع الزيتون. نحن صرنا من الدول المصدرة لزيت الزيتون، كل سنة عندنا فائض جيد من زيت الزيتون، ونتيجة الأصناف الكتير المتعددة الموجودة عندنا في سوريا والبيئات المختلفة، فعندنا نوعيات تحاكي أسواق كثير من دول العالم، ممكن نحن نعطيهم بالمواصفات المطلوبة حسب ذوق المستهلك الموجود ببلدان مختلفة بالعالم. يتم فيها عرض معلومات فنية قيمة جدا، نتمنى أن توصل لكافة الأخوة المزارعين، كافة أصحاب المعاصر، كافة المعنيين على إدارة هذا الملف، لأنه الزيتون زراعة حقيقة زراعة واعدة وخصوصا عندنا بالمنطقة الساحلية. محاضرات شاملة وحوار ونقاش لتقديم المعارف العلمية لزيادة الإنتاجية. أهمية المحافظة على جودة زيت الزيتون، لأنه أي عملية غير صالحة أو غير جيدة أو غير دقيقة في عمليات من القطاف، من عمليات الخدمة الزراعية، الري، التسميد، المكافحة، القطاف، والقطاف كتير مهم وبدي أحكي عنه في محوري أنا، وبالتالي جمع الثمار الناتجة، دور الخلط الثمار الساقطة على الأرض أو متساقطة على الأرض مع الثمار الجيدة، وبالتالي نوعية الزيت تصبح رديئة جدا جدا جدا. إذا بدنا نحن نتوقع جودة عالية للمنتج النهائي، لازم نبدأ بجودة عالية للمادة الخام، ونحافظ قدر المستطاع خلال عمليات التصنيع المختلفة ومراحل العصر والنقل والتداول والتسويق، نكون حريصين والتخزين على الحفاظ على هذه الجودة العالية بشقيها الكيميائي والشق الحسي أو المذاقي. نحن دائما عندنا أخطاء شائعة مثلا بمجال زيت الزيتون، أنه دائما بيقولوا أنه الزيت مثلا الحد أنه لا زيت أسيده عالي، فهو مثلا أنه لا، هو بالعكس عالي بمحتوى من مركبات الفينولية، بينما الزيت الحلو بالعكس هو الزيت اللي أقل جودة. فهي واحدة من الأخطاء الشائعة، في كتير ناس بيقولوا لا مفضل زيت العام اللي صار له عام عن الزيت المعصور حديثا. لا، نحن لازم ناخد الزيت الفريش لأنه بيكون لسه المركبات الغذائية فيه عالية، مضادات الأكسدة في أعلى مستوياتها. الندوة استكمال للنشاطات والفعاليات التي تقيمها غرفة زراعة اللاذقية ومكتب الزيتون لتطبيق البحوث العلمية الزراعية على أرض الواقع بما ينعكس إيجابا على الجودة والإنتاج.